صوت مجلس النواب في جلسة الماضية بالموافقة على اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وفي هذا اليوم سنقترب من تفاصيل تمرير هذه الميزانية بصحبة سعادة النائب أحمد السلوم اللي ينضم لنا عبر خط البرنامج المباشر. صباحك الله بالخير سعادة النائب. صبحت الله بالنور إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير ومستمعين الكرام. وانت بالخير سعادة النائب أحمد السلوم. وبداية كما ذكرنا بالمقدمة، سعى مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة بهدف الوصول إلى مرحلة التوازن المالي، تحديدا فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة. ترى ما هي النقاط الأساسية التي ارتكز عليها هذا التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالميزانية؟ أولا أشكرك على هذه الفرصة، وخلي أتأكد أن طبعا هذه الميزانية يعني هي ميزانية استثنائية، أن هي جاءت ظل تحديات وظل توازن مالي مستثنى، والتعاون يعني من جانب الحكومي كان جدا ممتاز، ودائما كانت الملاحظات والأشياء اللي احنا كنا كلجنة كنا يعني نحطها أو كنا نطلب منهم تعديلها وتغييرها كانت جدا يعني الحكومة متعاونة معنا فيها. والحكومة يعني والميزانية يعني كانت تعتمد على ثلاث يعني أهداف رئيسية ما بيننا وما بين الحكومة كنا نبي نحققها. أول هدف كان الميزانية مجتنا كان فيها عجز مبدئي، احنا كنا نحاول ان هذا العجز يقل على أساس ان الميزانية تطلع بصورة أفضل، ونجحنا الحمد لله في تقليل العجز، قللنا تقريبا ب 15 مليون دينار. نعم. وكنا نأكد ان احنا بنزيد الايرادات بدون المساس بالمواطن، وانه ما تكون هذه زيادة الايرادات تكون من جيب المواطن بدون ما تكون في ضرائب جديدة او يكون في رسوم جديدة على المواطن، وكذلك نجحنا في هذا الشيء وزدنا الميزانية عن كل سنة تقريبا 71 مليون دينار. ما شاء الله. والنقطة الثالثة كانت ان احنا نحافظ على مكتسبات المواطن. صحيح، يعني هذا هو السؤال الابرز سعادة النائب، يعني صحيح يعني بعد نجحنا فيه الحمد لله. طبعا سعادة النائب هذا السؤال هو الابرز اليوم في الشارع البحريني، كيف تحافظ الميزانية العامة للسنتين 2019-2020 على مكتسبات المواطن، كيف تم تطبيق هذا الشيء؟ اولا يعني الميزانيه طبعا هي كلها حق المواطن، طبعا يعني هي كل الميزانيه الموجوده والخدمات والبنود اللي فيها كلها تخص المواطن نفسه. على سبيل المثال يعني كان اهم ميزانيه واهم بند هو بند الضمان الاجتماعي اللي هو تم المحافظه عليه وزيادته عن كل سنه 55 مليون دينار. نعم. فهذا يعطي مجال ان يعني في المرحلة القادمة أن المجلس بالتعاون مع الحكومة يبحث آلية شلون تطوير ضمان اجتماعي وشلون يسوي الزيادات عشان يحافظ على مستوى المعيشة للمواطن. كذلك يعني تم إدراج في الميزانية ميزانية خاصة حق تثبيت أصحاب العقود المؤقتة، وهذه كان تحدي كبير إن في عدد كبير من الموظفين هم كانوا يعني مثبتين بعقود مؤقتة، وكان في ميزانية تطلب عشان يتم تثبيتهم صفة دائمة، وتم هذا الحمد لله تم رصد هذا المبلغ في ظل هذه التحديات وظل يعني التوازن المالي، وتم رصد هذا الشيء لهم، وعدد كبير من الموظفين المؤقتين راح يستفيدون من هذا الشيء. تم التأكيد على بناء 25,000 وحدة سكنية، أن هذه الوحدات السكنية ما راح تتأثر في ظل هذا التوازن وفي ظل هذه يعني الحرص الشديد في الميزانية الجديدة. فهذا الشيء تم التأكد عليه، وتم التأكد أن مشروع الأسكان ماشي، و 25,000 وحدة راح تكون موجودة حق المواطنين. نعم. تم في زيادة أيضا ميزانية التعليم، وهذا الشيء كان ضروري، وأن ميزانية التعليم زادت على أساس أنه يكون التعليم فيه تطوير، وكذلك في إنشاء المدارس الجديدة عشان تستوعب الأعداد الجديدة. طبعا اهم شيء طبعا الامن والامان، تم المحافظه عليه في هذه الميزانيه ودون ما تكون في زيادات او مساس للمواطن. يعني طبعا في اشياء مكتسبات يملكها المواطن او يمكن المواطن ما يحس فيها، طبعا اللي هي مجانيه التعليم والعلاج والدعم الكهرباء المسكن الاول، هذه والعلاوات الموجوده وبدل السكن والعلاوات الاجتماعيه، هذه كلها لم تمس، وبالعكس تم المحافظه عليها دون يعني اي انقاص فيها.
فهذه كانت كلها تحديات ما بين الحكومة وما بين احنا كمجلس نواب، وقدرنا الحمد لله نحافظ عليها، وقدرنا كذلك نكسب ثقة المجتمع الدولي في هذه الميزانية اللي يعني أشاد فيها وأشاد بقوتها، وأشاد أنهم كانوا مستغربين أن شلون تم تمرير ميزانية بهذا الحجم في ظل هذه الظروف دون يعني إيجاد أي يعني نقطة أن المواطن يكون طرف فيها أو تكون من جيب المواطن أو تكون في رسوم جديدة على المواطن. نعم. هاي كان التحدي الأكبر، والحمد لله نجحنا فيه، ويعني بشكل عام على شكل خارجي يعني كل مبادرات طيبة قاعدة تجي، وقاعدة يرتفع التصنيف الائتماني للبحرين مرة ثانية، وكذلك يعني نحن يعني ننتهز الفرصة بشكل الدول مجلس التعاون اللي هي دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، اللي هم دعموا هذا النوع من التوازن ودعموا هذه الميزانية. وأول ما تم إقرارها مجلس النواب على طول هم قاموا مشوا الدفعات السابقة، وهذه كلها ثقة فيهم في هذا الميزانية وفي الحكومة مع مجلس النواب في التعاون. نعم نعم أكيد. طبعا يعني هذه أهم النقاط اللي أنا كنت أوضحها، أن الميزانية نعم. جاءت يعني أن جميع الأطراف اللي مكونة فيها بين الحكومة والمواطن ومجلس النواب الجميع كان مرتاح منها، وهذه راح يعكس إن شاء الله في عمل خلال هذه يعني الأشهر القليلة اللي هي باقي من السنة الأولى اللي هي السنة المالية، لأنه الميزانية حق سنة 2019-2020، وراح تشوفين أنه يعني إن شاء الله راح يحقق يعني التوازن، وراح يتم مكتسبات المواطن والرخاء موجودة، والاثنين ماشيين في خط واحد، وهذا اللي يهدف له إن شاء الله. نعم. يكون فرق عن الميزانيات السابقة، واللي احنا راح نسعى أن نكون مع المواطن فيها، ونتأكد بالأدوات اللي موجودة أن هاي كل الأمور راح تمشي حق المواطن مصلحته بدون المساس، بالعكس راح يكون له امتيازات جديدة، لأن احنا زيادنا الضمان الاجتماعي كل سنة 55 مليون، وهذا راح يسخر أو هاي الأرقام راح تترجم في مصلحة المواطن. نعم. وراح نفتح يعني راح تفتح له بدلات أو امتيازات جديدة إن شاء الله راح تكون موجودة، وإحنا راح نشرف عليها وأشياء مبتكرة حق مصلحة المواطن إن شاء الله في هذه الأشهر القليلة اللي جاية إن شاء الله. بإذن الله. أكيد مساعيكم وجهودكم دائما مشكورة وواضحة، والتي تأتي بالدرجة الأولى لمصلحة الوطن ومن ثم المواطن. شكرا لظهورك معنا في صباح الخير يا بحرين سعادة النائب أحمد سلوم، وكل التوفيق لكم. شكرا لك. شكرا مشكور.